السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل المتتبعين في كل مكان. معلومة اليوم غنتكلم فيها على فصيلة الدم ديال الزوجين وعلى مدى التطابق أو الاختلاف اللي كيكون بيناتهم ومدى تأثير هذا الاختلاف أو التطابق على الجنين. فضروري أن كل الأزواج المقبلين على الزواج تكون عندهم بعض المعلومات الكافية على فصائل الدم ديالهم وعلى المشاكل اللي تقدر تنتج عليها خلال الحمل، لأن أغلبية الشباب كتكون عندهم أفكار مغلوطة ولا كتكون أفكار غير واضحة، وأحيانا حتى المرأة الحامل ما كتسمع على هذه المعلومة الجديدة حتى كيكون وقت الحمل ديالها، فكتتفاجأ بالنصائح أو بالتحذيرات من طرف الطبيب المعالج أو من طرف الناس المحيطين بها. فما معنى تطابق أو اختلاف فصيلة دم الزوجين أو الجنين؟ فدم الإنسان كيتكون من خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح وبلازما، وفصائل الدم الحمراء تتقسم إلى أربعة أنواع اللي هي A B A B O O، وهو ما كنسميه بالجزء الحرفي. فكل نوع من هاد الأنواع كيحمل واحد البروتين اللي كيتسمى الريزيس أيريسي. فإلا كان هاد البروتين موجود على سطح كريات الدم الحمراء كيكون العامل موجب أي زائد، وإلا ما كانش هاد البروتين كيكون عامل سالب أي ناقص. فصيلة الدم كتكون من جزء حرفي اللي هو A B A B O وجزء إشاري اللي هو سلبي وإيجابي، واللي كيحدد لنا مدى التطابق أو الاختلاف بين الزوجين هو الجزء الإشاري وليس الجزء الحرفي. فهذا العامل الرئيسي عنده أهمية كبيرة وقت الحمل ووقت الولادة. فلما كيتزوج الرجل والمرأة كيكون هذا العامل الرئيسي عنده أربعة ديال الاحتمالات. الاحتمال الأول لما كيكون العامل عند الزوج موجب والعامل عند الزوجة موجب كذلك، فهنا ما كيكون تشي تأثير على الجنين. الاحتمال الثاني كيكون عامل الزوج سالب وعامل الزوجة سالب، أيضا لا يوجد أي مشكل. الاحتمال الثالث أن يكون عامل الزوج سالب وعامل الزوجة موجب، كذلك لا يوجد أي مشكل. والاحتمال الرابع هو أن يكون عامل الزوج موجب وعامل الزوجة سالب، هنا كتحدث مشاكل كتكون خطيرة جدا تقدر تؤدي إلى موت الجنين أو أن الطفل كيتولد بالصفراء إذا كان الجنين موجب كالأب ديالو. ولكن هذا الشيء ما كينطبقش على المولود الأول، لأن الدم ديال الأم والدم ديال الجنين ما كيختلطوش خلال الحمل، ولكن عند الولادة وفي حال تمزقت المشيمة هنا كيقدر يحدث اختلاط ولو تكون نقطة واحدة من دم الجنين بدم الأم. بعد هذا الاختلاط كيبدأ جهاز المناعة ديال الأم كيقرأ هذا الدم الغريب. فإذا كان عامل ريزيس ديال الجنين موجب كتبدأ تحضر أجسام مناعية مضادة، إلا أن هاد الأجسام ما كيكونش عندها شي تأثير على الجنين الأول اللي كيكون خرج ونجا بالجلد ديالو. ولكن إلا حملت الأم مرة ثانية بجنين اللي كيكون حامل لريزيس مختلف عليها أي أنه كيكون إيجابي، هنا كتدخل الأجسام المضادة كتدخل من خلال المشيمة، كتدخل الجنين وكتدمر ليه الكريات ديال الدم الحمراء، شي اللي كيؤدي إلى الوفاة ديالو في البطن ديال الأم ديالو أو أنه كيموت بعد الولادة، أو يقدر يخرج مصاب باليرقان أي بوصفير أو نزيف في المخ، وتقدر تكون عنده أعراض أخرى اللي خصها المعالجة سريعة وفي الحال كالأنيميا
أو الإعياء الشديد. لهذا غير تعرف الأم وتتأكد من فصيلة الدم ديالها اللي كتكون سالبة وفصيلة الدم ديال الزوج ديالها اللي تكون موجبة، فهنا خاصها تاخد الحقنة. هاد الحقنة اللي كتسمى حقنة ديال الأجسام المضادة، ستاخدها في الأسبوع 28 من الحمل. فإلا ولدت المولود ديالها غيختلط بدم الأم، أنا غتهاجم الأجسام المناعية هاد الحقنة دم الجنين الموجب المتسرب، وهنا غيقضي عليه قبل ما ينتابه جهاز المناعة ديال الأم. وتقدر تاخد حقنة أخرى خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد الولادة، وبهذا الشكل ما غيتأثرش الجنين القادم لأنه ما تكونش أجسام مناعية من الأم ديالو ضده. وكذلك كتكون هاد الأجسام المناعية اللي كتعطى عن طريق الحقنة كيكون العمر ديالها قصير، وكتنتهي وكتزول من جسم الأم بسرعة وما كتبقاش موجودة حتى الحمل اللي جاي. وإلى الأم ما انتبهتش لأسباب ما وما اتخذتش بعض الإجراءات لما ولدت الطفل الأول، هنا خاص تبدأ تعمل تحاليل وعينات للأجسام المضادة في بداية الحمل الثاني. وإلا ما توجدتش هاد الأجسام المضادة خاص تتاخد كل الاحتياطات الضرورية باش ما تتشكلش في دم الأم. ما إلا كانت هاد الأجسام المضادة موجودة في الدم ديالها مع بداية الحمل الثاني، فهذا يعني أنها تشكلات في الحمل الأول، ومن هنا ضروري متابعة الجنين بالأمواج فوق الصوتية باش تعرف أي علامة كتدل على انحلال الدم ديالو. وكنوجدوا بعض الحالات كيقدر يوقع لهم هذا المشكل خلال الحمل الأول، أي أنها كتشكل عندهم أجسام مناعية مضادة، ولكن هذا ما يمكن يوقع إلا إذا كانت الأم تعرضت للإجهاض أو تعرضت للإسقاط بدون العلم ديالها. ففي هذه الحالة كذلك خصها تنتبه وتأخذ حقنة ديال المناعة بعد الإجهاض وبعد الإسقاط أو إلى حملات حمل خارج الرحم. كان هذا الاختلاف الأول اللي كيتمثل في الفصيلة ديال دم الأم وفصيلة ديال دم الأب. فما هو الاختلاف الثاني اللي يقدر يكون ما بين فصيلة دم الأم ودم الجنين؟ هذا الاختلاف كيكون لما كتكون فصيلة دم الأم هي O وفصيلة دم الجنين هي A ولا B. هنا نفس المشكل ديال العامل الموجب، كيدخل جزء من دم الجنين أثناء الولادة إلى الأم وكتكون أجسام المضادة في دم الأم، وكيتكون واحد النوع معين عنده اسم معين في الحمل الثاني، وكتعبر وكتدوز هذه الأجسام المضادة لكريات الدم الحمراء الأ أو كريات الدم الحمراء بي، كتعبر من المشيمة وكتوصل إلى الجنين وكتكسر ليه كريات الدم دياله. هنا كيكون ضرر ولكن ما تيكونش ضرر خطير وما كيهددش الطفل بالموت. يقدر يتعرض للأنيميا وكيتعرض كذلك لارتفاع في نسبة الصفراء أي بوصفير. أما إذا كانت فصيلة دم الأم هي A أو B وفصيلة دم الطفل هي O أي العكس، فهنا كيتكون واحد النوع آخر تحت اسم آخر كيكون الحجم ديالو كبير وما كيقدرش يعبر من المشيمة، وهنا ما كيقدرش يكسر لنا الكريات ديال الدم ديال الجنين. إذن كيتضح لنا هنا أن أهمية فصائل الدم وبعض المشاكل كتقدر كتنتج لما كتكون فصيلة الدم O أو كتكون سالب أي العامل الرجيس سالب. أما بالنسبة لبقية الحالات فغالبا ما كتوجدش لها مشاكل، وإذا توجدات فعادة كتكون مشاكل بسيطة. فيقدر يكون عدد من حالات الإجهاض أو موت الجنين في البطن أو حتى موت الطفل بعد الولادة، يقدر يكون
لاختلاف فصائل الدم بين الزوجين والجنين دور كبير في هذه الحوادث. لهذا كل ما تعرفت هذه المعلومات عند الأزواج إلا وتقدر تنقذ حياة الطفل من موت محقق. نتمنى تكون الفائدة عمت من خلال هذا الفيديو. إذن إلى ذلك الحين أقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.